يقول السائل: من كان مسافرا وأتى المسجد ليصلي مع الإمام الصلاة الرباعية فوجده قد صلى ركعتين، فهل يتم أربعا أو يكتفي بركعتين فقط قصرا؟ من دخل مع الإمام الذي يتم الصلاة يلزمه الإتمام، لأن حكمه حكم الإمام، هذا هو السنة، إن المسافر إذا صلى خلف إمام يتم الصلاة يلزمه الإتمام ولا يجوز له القصر، لأن حكمه حكم الإمام الذي يصلي خلفه.